بسم الله. هاد الحوايج هادو، هاد الحوايج اللي شفتو فيهم دابا، عاطيهم السيد باطل. راني غادي نوصل الزوجه ديالي للخدمه، وقفت عندهم سولتو، عيطت له سولتو، قال لي واه الا بغيت تهزهم ديهم طوندوز ديال الربيع، وجوج السيارات، وحده رونج روفر، ولكن مع الاسف ما عنديش كندير نهزهم دابا، ما عنديش كندير نهزهم دابا. غادي نولي، غادي نولي الا لقيتهم عاد هنا نديهم رونج روفر. والله الا رونج روفر واعره هذيك. قلت له واش كيخدموا؟ قال لي خدامين، ولكن بلي بيل، بالحجره، ديك الحجره غوشارجاب اللي كتسرجع. حتى نولي الا لقيتهم ما نديهم، ما عندهم ما يدير بهم حطهم. هذه المساله درت عليها بزاف الفيديوهات ديال الصمطه، كنت درت بزاف ديال الفيديوهات هضرت على هذا الموضوع. قلت لي ما عندوش شي حاجه ما عنده ما يدير بها، يحطها عند الباب ويديها واحد اللي محتاجها. هذه هي الثقافه اللي خصنا عندنا في البلاد، ماشي تسلح الحوايج فوق السطح وتخليهم تما تيغملوا. ما عندك حاجه زايده دخلوا القناه ديالي خادم امه وزوجته، غادي تجبروا بزاف الفيديوهات درتهم ديال طابله جديده، كرسي، بزاف ديال الاشياء، كراسة ولا طابلة ولا بزاف ديال الحوايج كيحطوهم عند الباب، كيكون ما عندهم ما يدير بهم يحطهم عند الباب باش يديهم واحد اخر اللي محتاج. هذه الثقافة عندهم هنا في بلجيكا، ثقافة جميلة، كاينة في اوروبا ككل. حنا انانيين مع الاسف، عندنا حوايج كنديرهم فوق السطح ونخليهم تما تيغملوا. تحياتي، راه حنا اليوم 20، ياك 20 اليوم في الشهر، اليوم راه حنا 20 في شهر 9 2023. تحياتي.